أربع أسئلة، سؤال بعشرين نقطة، وأول سؤال هنشوف مين اللي هيلف عجلة الحظ. كل حاجة عندنا بالقرعة. أستاذة سهير عمار اتفضلي. أستاذة سهير عمار اتفضلي والسؤال الأول، وهنشوف موضوع السؤال إيه. اتفضلي حضرتك. سؤال في الرياضة، مرنا ومنا، مش عارف أقول لكم إيه بصراحة، مش عارف أقول لكم إيه، ولكن محدش عارف السؤال عشان تبقوا عارفين، مش في الكورة، بريحكم علشان تحاولوا تجاوبوا أنتوا كمان، اتفقنا؟ رياضة، والسؤال هو: حصل البطل المصري أحمد إسماعيل على الميدالية البرونزية في أولمبياد أثينا 2004. تنس. تنس إجابة خاطئة. هقول سؤال تاني. حصل البطل المصري أحمد إسماعيل على الميدالية البرونزية في أولمبياد أثينا 2004 بإحدى الرياضات، فما هي؟ محمد عزيز خطفت البازر. ملاكمة. ملاكمة بعشرين نقطة، إجابة صحيحة. ملاكمة الإجابة صحيحة، 20 نقطة لمحمد عزيز. وبكده محمد عزيز تقدم على الجميع ومعاه 50 نقطة.